أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. الأسبوع الماضي كان مليان بالأحداث، من خروج النشامة من بطولة كأس آسيا لعودة السطو المسلح، الثلج والعطلة، زعل رأس المال من الطبقة العمالية الكادحة، لظهور مطار بجنب حدودنا فجأة مع استمرار المسلسل التركي العفو العام اللي مش راضي يخلص، وصولاً لقضية الدخان. وخلينا نبلش الحلقة بالقضية الأهم حالياً في الأردن وهي قضية الدخان. بعد ما انمسك المتهم الأول بالقضية الكل صار بده إحنا بدنا تشباش الأساسية المسؤولة عن كل هذه القضايا هي اللي تنزج وراء القضبان، مش نزج لنا خروف ولا خروفين ونصير نصف. بس شوف سعادتك، يعني الأكباش بتختلف عن بعض، في عندك كبش لا 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 استنوا استنوا شوي، خلونا نتفق على إشي بالأول. هسا القضية عند القضاء، والقضاء هو الحكم زي ما بيحكوا، بس وركزولي على كلمة بس، الأردن الثاني عالميا في التدخين، وعشان هيك منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جهات حكومية رسمية أطلقوا حملة اطفيها. وهاي الحملة بتعمل على تفعيل قانون اللي بيمنع التدخين في الأماكن العامة. هسا يا جماعة احنا بالاساس في عنا قانون بمنع التدخين في الاماكن العامة، فاجت هاي الحملة عشان تفعل هذا القانون. وبنفس الوقت الحكومة اعلنت عن استثمار بقيمة 60 مليون مع احدى شركات التدخين العالمية عشان يعملوا مصانع جديدة عنا هون للدخان. يعني عنا قضية الدخان واحنا بالتدخين الثاني عالميا، وعملوا حملة عشان نخفف الدخان، وفي استثمار عشان الدخان. شباب صار بدها بريك سيجارة، خلص بريك دخان، يلا راس صار يوجعني مش قادر. مش صحيح هذا الحكي، مستحيل. لا لا ابدا، شو الاردني بيدخنك ولا يمكن يا اخوان، مؤامرة ولا يمكن. احسبها شو حسب؟ بدك سيجارتين على الصبح. هاي دبل كيك واضح سيدي. ثلاثة مع فنجان القهوة، هاي الهاترك. أربعة الغداء، هاي سوبر هاتك. هاي شو بجوز، شو سبع سجائر ثمان سجائر، ما هو وما بينهم إشي من هون إشي من هون إشي من هون. أنا بحكي هاي مؤامرة مية بالمية. أقول لك أنا هسه جعان. جوعان؟ عارف والله بيجي فيها.